بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو كما تلاحظون أمامكم نبات الفجل الأحمر، والذي قمنا بزراعته معكم في فيديو سابق تقريبا قبل شهر إلى شهر وعشر أيام. الآن ألاحظ أن النبات يحتاج إلى نوع من التسميد كما تشاهدون، بعض الاصفرار، وأيضا نشاهد على النبات بعض الإصابات نتيجة لنوع من الديدان. تشاهدون بعض الأوراق يوجد فيها بعض الاختراقات أيضا هنا، ليست كثيرة ولكنها موجودة، وهذه توحي بوجود بعض الديدان. ضروري جدا أن نقوم برش مبيد حشري خاص في الديدان، إذا كان المبيد جهازي وهو الأفضل، حتى يدخل إلى خلايا النبات الداخلية ويقضي على جميع الحشرات الماصة بإذن الله تعالى. الآن سوف نقوم بوضع التسميد. كما تشاهدون معي الآن سماد متعادل 20-20-20 زائد TE، وهي تعني العناصر الصغرى. هذا المنتج متوفر في الأسواق وسعره رخيص تقريبا 30 إلى 35 ريال. كما تلاحظون في الجهة المقابلة العناصر المتوفرة في السماد، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم جميعها 20%. أيضا تلاحظون هنا العناصر الصغرى ونسبها في هذا المنتج. الآن سوف نقوم بإعطاء هذا المنتج للنبات. كما تشاهدون المنتج يوجد بعبوة بلاستيكية، عند فتحها ضروري جدا أن يتم الحفاظ عليها مغلقة حتى الاستخدام مرة أخرى، أو نقل هذا المنتج إلى عبوة محكمة الإغلاق. الآن سوف نضع السماد نثرا على الأرض بين النباتات، وممكن إعطاء السماد بالإذابة، نذيب 2 جرام على كل لتر ماء ونسقي النبات. الآن سوف أضعه نثرا كما تشاهدون. تشاهدون هذا المنتج باللون الأحمر أو الوردي. كثير من الناس تسأل، أو الإخوان المتابعين يسألون عن، يسأل سؤال يقول أنا أحضرت سماد لون أخضر، لون أزرق، محبب أزرق، أو لا نلتفت إلى ألوان الأسمدة بشكل نهائي، وإنما نحرص على الأرقام الموجودة على المنتج كما تشاهدون أمامكم الآن. ضروري جدا حتى نعرف الأرقام التي يتكون منها السماد، إذا كان عالي فسفور، عالي بوتاسيوم، متعادل، لابد أن نعرف هذه الأرقام. نلاحظ الآن بهذه الطريقة، طريقة وضع السماد نثرا بسيط بين النباتات كما تلاحظون بهذه الطريقة. الآن كيفية وضع السماد نثرا على التربة كما تلاحظون بين النباتات. ممكن توزيعه إذا كان مزدحم في بعض المناطق بهذه الطريقة.
بعد ذلك نقوم بري النبات. تشاهدون الآن ضروري جدا عند وضع السماد أن يتم الري مباشرة ولا ننتظر فترة طويلة. أيضا هنا لدي كما تلاحظون شتلات الماري جولد أو الروزماري، سنضع لها بعض السماد قليل. قليل جدا كما تشاهدون. يكفي هذا بإذن الله تعالى ونروي مباشرة لا ننتظر لفترة طويلة بعد وضع السماد. وكما ذكرت لكم ضروري جدا أن نحرص على الأرقام الخاصة بالسماد ونكتبها على أي عبوة نأخذها من البائع، نحرص جيدا على تواجد هذه الأرقام سواء 20-20 هذا متعادل. TE يعني تعني العناصر الصغرى أو أي رقم آخر، ممكن نشاهد 10-40-10 يصير عالي الفسفور، وممكن نشاهد 12-12-36 فيكون عالي البوتاسيوم، وممكن نشاهد 18-46-0 فهو خالي من البوتاسيوم ولكن الفسفور عالي فيه. فكل نوع سماد يوجد عليه أرقام مختلفة عن الآخر، وكل سماد يستخدم حسب حاجة النبات، فالنيتروجين لزيادة النمو الخضري والفسفور لزيادة نمو الجذور والإزهار، والبوتاسيوم يعطى لتحجيم الثمار وزيادة حلاوة الثمر. والآن كما تلاحظون بعد أن قمنا بري النبات بالماء كما تلاحظون يكون قد أخذ حقه من الماء مع السماد، والسماد البودر سريع الذوبان ممكن يعطى أيضا لإذابته مع الماء والرش ورقيا أو السقي، كل الحالات جائزة بإذن الله تعالى. هناك نقطة مهمة أحب أن أنوه لها وتم تعليق عليها في بعض الفيديوهات نتيجة لزراعة بعض النباتات عن طريق الخطوط كما تشاهدون. كما لاحظتم الآن أمكنني وضع السماد، وبالإمكان أيضا لو أحببت أن أرش مبيد حشري، فعند محاولة الرش من الأسفل الأوراق كما تشاهدون إذا كان النبات مزدحم على بعضه البعض ولم أقم بزراعته عن طريق الخطوط كما لاحظتم، فلن أستطيع أن أقوم بالرش بشكل جيد لأن المرشة تأتي من الأسفل فيها انعطاف، فأضعها في الأسفل كما تلاحظون بهذه الطريقة وأقوم بالرش الأوراق من الأسفل. فإذا كان لا يوجد خطوط بين النبات والآخر أيضا سوف يكون هناك ازدحام ولن أستطيع الرش بشكل جيد. كذلك ازدحام النبات يؤدي إلى وجود رطوبة في الأسفل وعدم مرور الهواء بين النباتات، كذلك سوف يكون هناك منتج غير جيد أو صغير النمو في الإثمار. أيضا بالنسبة لتواجد الحشرات إذا لا يوجد هواء يمر بين النباتات بهذه الطريقة سوف يكون مرتع جيدا للحشرات وزيادتها وزيادة تواجد بيوضها بشكل كافي مما يمنع التخلص من الحشرات نتيجة لعدم وجود الرش بشكل جيد كما ذكرت. الآن انتهى ري النبات بشكل كامل بعد وضع السماد. الري لدي في هذه المنطقة أقوم بري يوم بعد يوم بشكل غمر كما لاحظتم الآن. في ختام هذا الفيديو لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.